My dear friends of the secondary school third year will come back to our TV educational English program. Today my dear friends we are going to deal with student book. So prepare yourself. Call your friends and prepare your notebook, student book and your pen and pencil. Okay? Let's start my dear friends. energy unit 3 الطاقة nothing can live without energy كلنا عارفين ما فيش حاجة بتعيش من غير طاقة people, animals and plants need energy to live الناس والإنسان والحيوان دول محتاجين طاقة عشان يعيشوا كمان machines also need energy to work الألات نفسها محتاجة طاقة عشان تعمل Today, most of the energy we use still comes from fossil fuels. معظم الطاقة بتستخدم اللي من دول ما زال بتستخدم من الوقود الحفري زي إيه؟ coal, oil, and gas. ده وقود حفري. ده non-renewable energy. طاقة غير متجددة. We call these non-renewable forms of energy. But the sun, water, wind are forms of Energy. عندنا مصادر اخرى للطاقه وهي الطاقه المتجدده في انواع كثيرة منها زي الطاقه الشمسيه ووتر الميه تديني هايدرو الكتريك باور الطاقه الكهرومائيه في عندنا كمان طاقه الرياح اللي بتدار عن طريق التوربينات في عندنا جيوثيرمال الطاقه المنبعثه من حراره الارض في عندنا اتومز نيوكلير باور الطاقه النوويه اللي بتنتج نتيجه انشطار الذره. كل الحاجات دي are forms of renewable energy مصادر من الطاقه المتجدده. definitions يلا نشوف التعريفات بتاعتنا. pressure معناها الضغط the force that a liquid or gas has when it is inside a container or place the force produced when pressing against something لما تيجي تضغط على حاجه بتطلع هو ده عملية الضغط. Nuclear using the energy that is produced when an atom is split. الطاقة النووية لما الذرة بتنشطر or joined أو تنضم to another atom إلى ذرة أخرى بيحصل الطاقة النووية. Molten Molten metal. A rock is liquid because it's extremely hot. كلمة مولتن غير كلمة ملت ملت معناها ينصهر فيرب لكن مولتن منصهر adjective فقلت مولتن ميتال المعدن المنصهر باور ستيشن محطة الطاقة أو محطة القوة a building where electricity is made المبنى اللي بينتج فيه في الكهرباء generate كلمة جنريت معناها يولد معناها ميك إلكتريسيتي ممكن جاية منها في بتاعها جينيريشن كلمة جينيريشن معناها التوليد أو معناها الجيل نفسه. كول a black fossil fuel from underground الشكل الوحيد للطاقة الهارد الصلب السوليد الجامد حتى البلاك الأسود شكل الطاقة الوحيد هو الكول ده اسود وجامد وصلب، black fossil fuel from underground، وطبعا ده الفحم ده non renewable energy طاقة غير متجددة. atom the smallest part that a substance can be divided into، أصغر جزء هو الأطوم الذرة، fossil fuel الوقود الحفري بيقول لي هو الفيول made from animals والوقود اللي بينتج من الحيوانات or plants والنباتات that lived millions of years ago اللي بتعيش ملايين السنين طبعا نتيجة البريشر نتيجة الضغط بتاعنا على الكرة الأرضية بيطلع لي الفاصل فيول الوقود الحفري يبقى الحيوانات والنباتات اللي ماتت من ألاف السنين ومن ملايين السنين هي دي اللي بتكون لي الفاصل فيول الوقود الحفري hydroelectric hydroelectric power باور الطاقه الكهرومائيه ودي يوزنج ووتر باور تو electricity بستخدم قوه الميه لتوليد الكهرباء ودي بنشوفها من الهاي دام من توليد الكهرباء في السد العالي تعال نشوف الفرق بين الكلمات وبعضها ميد اوف وميد فروم طبعا احنا عارفين في حاجه اسمها ميد ان يعني صنع في وميد باي صنع بواسطة ودي ما فيش فيش عليها اختلاف. لكن الفرق بين كلمة ميد اوف وميد فروم صنع من. ميد اوف المادة الخام اللي بتيجي بعد كلمة ميد اوف شكلها مش بيتغير. لما أقول مثلا إن الباب مصنوع من الخشب، شكل الخشب ما زال موجود في الباب. في الحالة دي أقول ميد اوف. طب لما أقول الورق مصنوع من الخشب بس طبعا الخشب شكله اتغير. يعني أنا ما بشوفش خشب في الورق. في الحالة دي أقول إيه؟ أقول ميد فروم. يلا نشوف المثال بتاعها فور اكزامبل شي بوت ا باج ميد اوف ليذر هي اشترت شنطه مصنوعه من الجلد الجلد لسه موجود في الشنطه شكله ما اتغيرش لما اقول جلاس از ميد فروم ساند الازاز مصنوع من الرمل طبعا ما ينفعش ارجع الرمل تاني واطلعه من الازاز يعني شكله اتغير يبقى في الجمله الاولى لما قلت الشنطه مصنوعه من الجلد شكل الجلد ما زال موجود في الشنطه لكن لما اقول لك الازاز مصنوع من الرمل فكده الرمل اتغير شكله فعشان كده بقول ميد ايه؟ ميت فروم. ملت verb لكن مولتن adjective ينصهر يعني ومنصهر. يلا نشوف المثال بتاعها the snow usually melts by mid march the verb لكن لما اقول لك molten rocks الصخور المنصهره rushed out of the well. instead of بيجي بعدها فيرب على جي لكن كلمه instead بس ده ما بيجيش ممكن ده بيجي بعدها جمله او بتيجي في اخر الكلام يلا نشوف كده for example instead of eating at home we went to a restaurant بدلا من الاكل في البيت احنا رحنا مطعم لكن لما اقول there is no coffee ما فيش قهوه would you like a cup of tea instead اذا ما جبتش proposition يبقى هي بتيجي في اخر الكلام Now my dear friends, choose the correct answer. يلا نشوف ونختار مع بعض. Space if the force reduced when two things push against each other. ايه القوة اللي بتنتج لما حاجتين تتخبط في بعض جامد؟ هل هي pressure الضغط ولا بليجر؟ السعادة ولا تريجر؟ الكنز ولا بريس؟ الصحافة. لا تعال نشوف كده. Pressure. That's right. pressure is the force produced when two things push against each other. Water passing through a dam produces space, power. المية اللي بتمر في السد ده بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي طاقة اسمها ايه؟ solar power, nuclear power, hydroelectric power ولا geothermal power. solar power دي الطاقة الشمسية. نيوكلير باور الطاقة النووية هايدرو إلكتريك باور ده الطاقة الكهرومائية جيوثيرمال باور يعني الطاقة المنبعثة من باطن الأرض في في عن طريق الزلازل والينابيع والبراكين وأند سون so طبعا ما دام قلنا ووتر يبقى لازم تيجي إيه؟ جيوثيرمال يعني الطاقة المنب... معناها هايدرو إلكتريك باور يعني الطاقة الكهرومائية. ووتر إز ذا سبيس، form of ice. المية هو الشكل إيه بتاع التلج؟ هل هو الشكل الليكويد ولا soft ولا solid ولا hard؟ طبعاً المية سائل فينفعش لا تبقى solid ولا تبقى hard. امال هو الشكل الليكويد ولا soft that's right. يبقى water is the liquid form of ice. If you make rock or metal very hot it becomes space. ملتد، اسملتد، فروزن ولا مولتن؟ هي كلمه becomes من ضمن الافعال اللي ممكن يجي بعدها adjective وبالتالي بتبقى ايه؟ مولتن. If you make rock or metal very hot it becomes molten Some forms of energy will space forever last stand keep or stay. اه uh, احنا في تعبير عندنا حاجه اسمها last forever معناها تدوم للأبد. Some forms of energy، بعض أشكال الطاقة will last forever. معناها سوف تدوم للأبد. Electricity is produced، تُنَدَّك الكهرباء in a space station. Energy، bus، power، gas. That's right، in power station. electricity is produced in a power station my dear students this item of question النقطة من الاسئلة كتير اوي بتطلع وبتطلع خبط فيه find the mistake طب اتعامل معاه ازاي اول حاجة هقرأ الجملة كلها واشوف المينينج ماشي معايا ولا لأ طب لو لقيت المينينج ماشي معايا اشوف بعد كده الفرق بين الكلمات وبعضها وبعد كده اشوف the آيتمز. آخر حاجة تفكر فيها في السؤال ده هو الـ proposition. let's start my dear friends with find the mistake. now find the mistakes in each of the following sentences then write them correctly. we saved a lot of money by cycling the bottles. we saved a lot of money by cycling the bottles. وده قفل امتحان السنة الأولى اللي فاتت. هل احنا بندخر فلوس عن طريق سايكلينج ذا بوتلز طب سايكل معناها ركوب الدراجه بس كلمه بوتلز ما تنفعش فيها ركوب دراجه امال تبقى ايه بقى باي ريسايكلينج كلمه ريسايكلينج معناها ريوزنج يعني ايه ريوزنج اعاده تدوير واستخدام الاشياء وي سيفد ا لوت اوف ماني باي ريسايكلينج ذا بوتلز باعاده تدوير البوتلز Most of the energy we use today comes from fossil fuels. No uh, afshua uh, fossil fuels. Taban fossil fuels. That's right. fossil fuels. So we say most of the energy we use today comes from fossil fuels like coal, oil, and gas. Some countries have nuclear power. Instead that using fossil fuels. احنا ما قلناش instead بيجي بعدها that. قلنا instead لو هيجي بعدها حاجة يبقى حرف الجر بتاعنا instead of. فإذا الغلطة عندنا في مين؟ في كلمة that بتحول إلى of عشان تبقى instead of بدلا من. شوفها كده. That's right. Some countries have nuclear power instead of using fossil fuels. It takes a long time learning a foreign language. بياخد فترة طويلة عشان يتعلم لغة أجنبية. طب المعنى ماشي صح. تعال نشوف بقى الجراماتيكال ايتمز هنا. It takes a long time. كلمة take لو جاء بعدها period of time فترة زمنية فمش بتاخد جيرانت. أمال بتاخد إيه؟ That's right. Two plus infinitive. It takes a long, a long time to learn a foreign language. Nuclear power is produced when atoms split لا ده split دي معناها يسكب انا عايز وز atom ايه اه لما تنشطر شوف الكلمه جايب لي split s p i l t المفروض تبقى ايه splat تنشطر nuclear power is produced when atoms split don't use of all the cheese we need some more كلمه يستهلك ما تبقاش يوز اوف هي الغلطه في البروبوزيشن هنا ايه الغلطه يوز اب dont use up all the cheese we need some more لا تستهلك a lot of countries depend of nuclear power اه كثير من الدول بتعتمد على الطاقه النوويه طب ما كلمه يعتمد على ما بتبقاش depend of امال الصح ايه that's right depend on ده واخدينها من زمان جدا. A lot of countries depend on nuclear power. Now my dear friends with grammar. يلا نشوف الجرامر بتاعنا سهل جدا في unit 3. جايب لي ايه في الجرامر بتاعنا السنه دي في unit 3؟ جايب لي ال present simple البسيط ده احنا بناخده من ابتدائي. وجايب لي فيه الاكتف والباسيف بتاعه. present simple active في حاله الاكتف فاعل وفعل ومفعول we use petrol نحن نستهلك او نستخدم البترول in our car او البنزين in our cars في عربياتنا فاعل وفعل ومفعول جمله اكتف اكتف ليه لان الفاعل موجود في اول الجمله we use petrol the sun rises الشمس تشرق in the east فاعل وفعل طب لما احب احول الكلام ده لباسف برضه في البريزنت سمبل simple the present simple passive is formed with am is are يبقى انا لما احول الباسيف ببدا بالمفعول بحوله الفاعل واجيب عندي جزء من verb to be ما هو في الpresent present simple يبقى لازم اجيب am is are السائل الرئيسي اللي عندي يلا نشوف الكلام ده trees are sometimes blown down at night trees are sometimes blown down at night أدا ذرب to وتصريف تالت his house بيته is heated by the sun يعني ما قلتش ان بيته هو اللي هيت لا is heated by the sun يبقى البيت ده مفعول في حاجة اسمها intransitive verbs ده ما بيجيش بعدها مفعول can't be used in the passive form intransitive verbs ما دام ما بيجيش بعدها مفعول ما ينفعش تيجي في حاله الباسف. heat and light come from the sun الحراره والضوء بتاتي من الشمس ما ينفعش تحول لبس a strange thing happened yesterday شيء غريب حدث بالامس ما فيش بعدها مفعول وبالتالي تبقى intransitive ما ينفعش تبقى تتحول للباسف. امتى بنستخدم الباسف بقى؟ يعني الفرق بين استخدام الاكتيف واستخدام الباسف تو إمفاسايزز عشان اركز a particular word or idea لما عايز اتك على فكره معينه of the main subject of the sentence لما اقول water is brought to people's houses إن large plastic bottles. تحضر المية إلى بيوت الناس. يبقى مش أنا قصدي على مين عايز أتكلم عن المياه مليش دعوة هي جات إزاي؟ مليش دعوة مين اللي بيحضر المياه أنا عايز أهم حاجة بتكلم عن الوتر نفسها. فعشان كده جبناها أكت جبناها باسف. Water is brought. ما قلت someone حد جاب المياه لا ده أنا بتكلم عن المية. المقصود عندي هو المية نفسها. لما اقول الدرس شرح طب احيانا بيبقى معروف مين اللي شرح الدرس ما هو المدرس اللي بيشرح الدرس لما اقول وليام شكسبير روت هاملت لكن لما اقول هاملت واز ريتن كتبت فهتقولي هو مين اللي كتب هاملت هقول لك وليام شكسبير انما ووتر is تحضر الماء يبقى معنى كده ممكن اللي جاب الميه ده السقه وممكن اي حد جاب الميه من بره water is brought ما يهمنيش من اللي جاب المياه المهم اللي عندي عايز اتكلم في المياه نفسها بقول لي the important thing is water not the person who brings the water when the person who does the action is not important or is unknown لما يكون الشخص اللي عمل الحاجة مش مهم ان انا اعرفه او شخص غير معروف فبالتالي لازم اجيب الجملة بس our post is delivered every morning at about 9 o'clock. البوسته بتاعتنا وصلت او بتوصل عندنا كل يوم الصبح الساعه 9. ما تسالنيش مين اللي بيجيب البوسته بقى اللي يهمني ان البوسته بتاعتنا هي اللي بتوصل اكيد البوست مان هو اللي بوصلها بس انا مش عاوز اعرف مين اللي جاب البوسته عاوز اعرف هي وصلت امتى إيه. بيقول لي our post is delivered every morning at about 9 o'clock. We know that postman deliver post The food is prepared in that restaurant. يجهز الطعام في ذلك المطعم. برضو ما يهمنيش مين اللي جهزه لأن بقول لي هنا We don't need to know who prepares it. أنا عايز أهم حاجة عايز أعمل عليها emphasizes عايز أعمل عليها stress هي مين The food is prepared in that restaurant. Now, my dear students, choose the correct answer. يلا نختار مع بعض We space palm trees to produce vegetable oil آه هنا بقى نحن space palm trees أشجار النخيل يبقى عايزين verb نحن نستخدم أشجار النخيل يبقى الجملة هنا تبقى active active يعني إيه؟ يعني أبعد عن verb to do تصريف تالت use مفيش فيها verb to do تصريف تالت لكن are used passive will be used passive is used passive يبقى احنا على طول بنقول ايه we use we use palm trees to produce vegetable oil in some cities rubbish الزبالة to produce electricity اه الزبالة هنا هي اللي بتحرق ولا تحرق تحرق يبقى انت عايز الجملة passive يعني عايز verb to تصريف ثالث هلاقي عندي verb to تصريف ثالث هي is burned بس that's right يبقى نقول in some cities Rubbish is burn it to produce electricity. Electricity is sometimes is based from wind turbines. وجاب لي في الأوبشنز to make making makes made. الكهرباء تصنع أو تصنع الكهرباء. ما قاليش مين اللي بيصنعها. يبقى الجملة بس. عشان كده جاب لي إيز. يعني جاب لي إيز في الأول. طب هو جاب لي الشطر الأول من الباسف اللي هو verb تو be، أنت عليك تجيب إيه؟ تجيب التصريف الثالث. ده طيب فين التصريف الثالث اللي هنا؟ to make؟ لا ده infinitive، طب making gerund، makes present simple، أنا عايز تصريف ثالث يبقى هو ده made، يبقى الجملة: electricity is sometimes made from wind turbines. in many countries the wind space to generate electricity. طب the wind الرياح هي بتستخدم ولا تستخدم؟ طبعا كلنا او زي ما سمعنا منكم the wind بتستخدم يبقى انت عايزها بس عايز فيرب تبو تصريف ثالث ذاتس رايت the wind is produced to generate electricity. She often space at the weekend طب هي غالبا ايه في نهايه الاسبوع؟ طب فين المفعول؟ is working ولا works ولا was working ولا work. اه يبقى هنا فعل ما بيجيش بعديه مفعول. يبقى شي ايه؟ هي اللي بتعمل. يبقى عايز الجمله اكتف. طب هي شي مفرد غائب. في الحالات دي لازم احط على الفعل اس او اي اس او اي اس. بس كلمه work بتضاف على اس بس. فتبقى الجمله كده she works at the weekend. water space To turn it into steam. Ah, passive. Water is heated to turn into steam. My friends, find the mistakes in each of the following sentences. Then write them correctly. In summer, men usually play tennis once or twice a week. مضارع بسيط. عايزين الفعل في التصريف الاول. بلاي تصريف اول للفعل. في قبليه مفرد غائب. منا مفرد غائب. فلازم احط على الفعل اس والجمله اكتف. منا يوجوالي بلاي تنس وانس اور توايس ا ويك. انجلش از سبيك ان امريكا. طب الانجليزي هو اللي بيتحدث ولا يتحدث به؟ يبقى جمله بس. هو جاب لك الشطر الاول از يبقى انت المفروض تعمل ايه؟ نجيب التصريف الثالث يبقى English is spoken in America بس He is admires for his intelligence لا هو مش هو اللي بيعجب ده هو هو الناس بتعجب به يبقى هو في الجمله مفعول برضه جاب لي فيرب تو بي ناقص اجيب ايه التصريف الثالث he is admired for his intelligence He usually drank a cup of coffee after lunch. فاعل، drink، فعل، a cup of coffee مفعول. ما يبقى ماشي عادي، Active. بس هي third person. مفرد غائب. والجملة مضرعة بسيطة عشان كلمة usually. يبقى كلمة drink دي ناقصة حاجة. إن أحط على الفعل إيه؟ That's right. حط على الفعل إس. He usually drinks a cup of coffee after lunch. Nothing is knowing about the missing jewels. مفيش شيء معروف مش شيء يعرف معروف يبقى الجملة مبنية المجهول. برضو جاب لي verb to be تمام ناقص تصريف ثالث يبقى جاب جاب التصريف الثالث من كلمة knowing إيه هو nothing is known about the missing jewels. زي ما جت في الامتحان من ثلاث سنين يقول لي peace is known يعني السلام معروف عنه The government is spent a lot of money on education. الحكومه بتنفق كثير من المال على التعليم. يعني الحكومه اللي بتنفق الحكومه فاعل. تفاعل فاعل ليه جبتها لي باسيف؟ فلازم احولها لأكتف يعني احذف is اللي هو فيرب تو بي وارجع التصريف الثالث لاصله. اصله ايه؟ مضارع بسيط. عرفت منين ان اصله مضارع بسيط؟ لإن verb to be في المضارع البسيط. فنشوف الجملة حلها the government spends a lot of money on education. smoking don't allowed in the lecture hall. smoking التدخين لا يسمح به. بس. فأنت عايز هنا verb to be وتصريف ثالث. تمام؟ هو المرة دي جاب لي التصريف الثالث. فأنا عايز بقى verb to be. verb to be اللي عندي مضارع بسيط am is are. سموكينج مفرد فبياخد از لما لو قلت سموكينج از بقت الجمله برضو المعنى بتاعها اختل لازم اجيبها من في فاقول سموكينج ازنت الاود ان ذا ليكتشر هول وود از يوزنج تو ميك بيبر الخشب بيستخدم يصنع ورق ولا الخشب بيستخدم مبني المجهول طب هو جاب لي فيرب تو بي فانت عايز تجيب من يوز التصريف الثالث فتبقى وود از يوزد to make paper. مبني المجهول يستخدم الخشب في صناعة الورق. Now with the language functions الوظائف اللغوية asking for information و giving information لما اسأل عن معلومة بقول how often do you travel by car ده في السؤال بتاع ال function سؤال speaker A و speaker B فبقول how often do you travel by car اقول the asking for information لما يقول لي I travel by car two or three times a week أقول في الفانكشن ده giving information لما أقول do you know anything about والإجابة بتاعتها yes certainly لما أقول how can we keep fit ممكن تبقى إجابتها we can walk or cycle more يبقى عندي في الفانكشن حاجة اسمها asking for information وحاجة اسمها giving information ما ينفع فيش حاجة اسمها ask question and answer question لا السؤال ده سأله عن إيه ولما جاوب جاوب عن ايه برضه asking for information و giving information how can people save energy لو جات في situation اقول له ايه اقول له they can use cars less they can switch off lights could you tell me اقول له إيه. yes that's fine او واحد إيه. يقول excuse me could I ask you some questions about space اقول له إيه. yes of course يبقى في الاول بيطلب معلومه والتاني بيمكن يديله معلومه. Translation Translate into Arabic. Hydroelectric power is one of the sources of renewable energy in Egypt. It generates about 16% of electricity. It is produced by the power of running water. So it's easy to be produced and it doesn't pollute the atmosphere like fossil fuels. تعتبر الطاقة الكهرومائية، شوف أنا ببدأ بالفعل رغم ممكن ممكن أقول الطاقة المائية الطاقة الكهرومائية واحدة من بس لو ما تبدأ بالفعل في اللغة العربية تبقى أفضل. تعتبر الطاقة الكهرومائية واحدة من مصادر الطاقة المتجددة في مصر. فتولد حوالي 16% من الكهرباء، وتنتج هذه الطاقة عن طريق المياه المتدفقة. ولذلك فإنه من السهل الحصول عليها. كما إنها لا تلوّث الغلاف الجوي مثل الوقود الحفري. Thank you my dear friends. I hope you got the benefit of this episode today. Wait for us the next time. Thank you. and goodbye.